السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة سوق المواشي في سوريا. تحياتي لكم متابعينا في كل مكان وحياكم الله جميعا. الشباب احنا اليوم في سوق البقر يوم الخميس 2/12/2021، من شوي دخلنا السوق، طبعا جينا متاخرين، ان شاء الله راح نشوف لكم شنو بي من تفاصيل. سوق اللحم متحرك، يعني يمكن واصل لل 32 ليرة، ان شاء الله يكون في حركة يعني ان شاء الله. في هذا العجل يا شباب موجود عند اخونا ابو جمعة، عم ينباع عجل لحم، عم ينباع هسه نشوف لكم عليه بازار، نشوف له شقد ينباع فيه ان شاء الله. بابا خدع ربع شقد وزن هالعجل ابو جمعة؟ تقريبا 500 كيلو. 500 كيلو؟ 500 كيلو. الكيلو بش قد انباع؟ اتمنى شيء ما كان يبيع، الكيلو انباع فوق 30 حسب العجل، حسب اللحم. نعم. باعت اتمنى شيء انت طالع. نعم. اللهم صل على محمد. هذا ما شاء الله يا شباب في بقر حليب بالسوق. ان شاء الله راح اذا لقينا صاحبها راح نساله شقد انباع، شقد عم يسومهن. في البقر هاي يا شباب ما شاء الله تبارك الله موجودة عند أخونا أبو عبدو الدين، بقرة حاطة على أولاده يا شباب. شنو وضع أخوي أبو عبدو؟ بسيط، ثانوية. عمرها شقد والله؟ ثانوية. الساحة ثانوية يا شباب. هلا ب 1080 دولار صارت ما شاء الله تبارك الله. شقد لسه بدها تولد أبو عبدو؟ قد هي معلق يعني نهارين ثلاثة أسبوع. ليه حصلتك لأنك تطعش؟ سكية يا شباب وحلابة وبرتها طيبة. 1800 دولار. أخونا يا شباب طبعا تاجر، أخذها ب 1800 دولار و100 ليرة إدلالة يعني، وأخونا اللي بده إياها يعني طبعا يبيعها يعني. ما شاء الله تبارك الله البقرة وضعها كويس، ضرتها كويسة، مساحة فتية ما شاء الله تبارك الله. صارت عليه ب 1800 دولار ودلالتها. موجود رقم اخونا معنا، اي حدا بده اياها ويسال عن الحلال هذا نوصله مع اخونا مباشره ان شاء الله. اخوي ابو عبد اليوم البقره اللي شفنا ب 30 كيلو حاليا يعني تقريبا 30 كيلو. هلا هي غارسه لسه ما تروح. ايش قد تسوى اللي تحلب 30 كيلو حاليا؟ بال 1800 وانت طالع. 2000 2000 1800 1000 بس مواصفاتكم بدكم في العجلة هاي يا شباب موجودة عند أخونا أبو عدي، عجلة دنماركية. حياك الله أخوي أبو محمد، شنو وضع العجلة بالله؟ سيرة دنماركية عمر 10 شهور. ايش قد صارت؟ ايش قد انسامت؟ صاحبها 550 دولار. ايش قد صارت؟ 550 دولار خلاص. خسروا 100 دولار ربع الا ربع. وذاك يا اخي الا ربع. قلنا عليها 50 دولار الا ربع. خسروا 100 الا ربع. نبيع الغزال. ما قد يا ابو عودي الا ربع. والله الا ربع. عاد حمود والله غالي. الا ربع. الا ربع. 25 دولار عليها. 100 دولار الا 25. 6 الا ربع. حتى 6 الا ربع. 6 الا ربع. شارع عزو العبو. 6 الا ربع. بايع حج حمود كفر ناصر. انا اكل عزو. والدلال علام العبو. بدي ابيعها والله بدي ابيعها. اخذتها ب 6 الا ربع. 6 الا ربع. لا تحكي على كلامها عيب. قضوا عليها 25 دولار والله يربحك. والله شديد. لك 20 دولار يعطيني. لك رضيان بالرسمال، رضيان بالرسمال بس. ابيع بالرسمال. يلا توكل على الله يا شباب والله العظيم غالي. عزو انت بدك تبيع قدام العالم. البازار العجلة هاي يا شباب عجلة دنماركية عمرها بالعشر شهور. وكلت على 6 الى ربع. الشباب اللي سالونا بالتعليقات على العجولات مثل هاي اسعار. ولا تزعلوا منا لما نقول بكيرات وعجولات. اهل المنطقة هنا يقولون عجولات وبكيرات. نحن بدينا من الحوليات. هالشعر ما بيغير. طلع يا زلمة. يا ابو حمزة تبن باربعة ونص. كارثة ها اليوم سمته باربعة ونص. يا حجي. تبن الابيض. اذا هي ما تتفرني. الابيض. ايه الله يستر. تبن الرز، الرز ما يوقف في المعده هذا تبن؟ الرز ما يوقف. انا ما بخدي ابو 25 دولار عليها بلاش، ارخص من هيك ما تم.
هذا مال مسلم يتحمل زوج. عنده زينه وشكلها زين مو مريم. ما شاء الله تبارك الله عليها وضعها كويس والله. راسه كبير وجسمها زين رجليها من جوا ما شاء الله. هي ضعيفه يعني. مو 15 حلال دلال. الا 10 ليرات كمان لما نبيع حرام. بالرسمال بيعني اياها بس انا والله. ما ببيعك والله الا قدي. الرسمال ما نبيع. والله بدي اربح باذن الله. الله يرزقك. باذن الله بدي اربح. الله يرزقك. بكيره دنماركيه ما هي بكيره بلديه. طلع عنوته على الصباح وعلى النظارات وعلى الشيء. كم اسعار اللحم اليوم ابو عداي؟ والله العظيم اللحم ما شفت شو باع اليوم. لسه ما رحت السوق؟ 30 دولارين و22 سنت. العجل انباع دولارين و 22 سنت. ابو عبدو قصاب هون حوالي 30 ليره على التركي الاشهر. ايوه 31 في اليوم بدولارين و 22 ينباع بالدولار يعني ولا صار ينباع بالدولار؟ مشان صار ينباع بالدولار. بدنا نخوص قد الدولار. شريسنا الليره السوريه انتقلنا على التركي. الليره السوريه متحصله يعني على الدولار. الله نروح نشريس الدولار. الله يسر. احنا شعب كل ما نروح على عمله نخربها. يا مريم الغالي ما شاء الله يا شباب السوق فيه حلال، فيه نوعيات حلال، وفي زحمه وفي بيع وشراء ولكن قليل يعني حركه بسيطه يعني. يا ابو مريم هاي فكره الانتقال للتعامل بالدولار يعني ان شاء الله فكره زينه، ان شاء الله الناس تطلع منها فرق هالعمله والوقوع بالربا احيانا والمشاكل والخلاف. اكثر اليوم مشاكل السوق بعتك بتركي اعطيني دولار، بعتك بدولار اعطيني تركي، ما ادري شنو الناس فايده ببعض. طيب بكره الدولار ينهار يا ابو حمزه. بده هو بده ينهار وبده نفوز، اذا تعامل بالذهب بده يصير مثل النحاس يبيعون على الحواج حديد مكسر للبيع. الله يكون بالعون. شباب بالنسبة للسوق ما شاء الله تبارك الله فيه حركة ولكن الحركة بسيطة، وأكثر شيء على اللحم. اليوم اللحم تقريبا ينباع ب 32 ليرة ولكن على انهيار التركي اليوم كل واحد دولار تساوي 13 ليرة ونص يعني. فالناس بدها تبيع تريد تخلص من التركي وتشتري بيه حلال يعني، فهذا الشيء سوى الحركة البسيطة بالسوق يعني. فالله يكون بعون الناس يعني، الناس صراحة حايرة ايش تسوي يعني، انتقلت على الليرة التركية انهارت الليرة التركية، انتقلت حاليا يقولون صار التعامل بالدولار، ان شاء الله الامر هذا يكون فيه له ايجابية يعني بالسوق ان شاء الله يعني. شوفت عينكم هذا السوق وضعه في زحمة وفي بيع وشراء ولكن على الخفيف. الشعب بده يصير مخضرم من المريض. من المعاناة ها؟ ايه بده يصير مخضرم، يقوم يعرف الليرة التركية وعلى السورية وعلى الدولار وعلى السنسكريتي على كل العملات. الله يكون بالعون ان شاء الله. بالنسبه للشباب اللي يسالونه بالتعليقات عن العجول الصغار الوسطيه، لا تسالون عن وسطيه يا شباب، كل شيء وسط وتحت الوسط ما قام ينباع، حتى جنيته خساره بالوقت هذا يا شباب يعني. التجاره به خساره صحيح. ياكل علف اليوم التبن الابيض ب 4 ليرات ونص. احنا ما سالنا بياعين تبن لكن سالنا الناس اللي اشترت. يقول لك 4 ليرات ونص التبن الابيض، التبن الابيض ما يفيد شيء خالص. الناس بدها تبن ابيض، بدها ما بدها لا شعير ولا علف حليب ولا بدها كل شيء، الناس بدها تبن ابيض. بالنسبه للبقر ما ياكل غير التبن الابيض، ما ياكل لا تبن احمر ولا تبن عدس ولا تبن جلبان، ما ياكل غير تبن ابيض. والتبن الابيض اليوم سعره مثل ما قال اخونا ابو حمزه 4 ليرات ونص. كيلو الحليب ابو مريم اقل من 4 ليرات. يعني كيف بدها توفي مع الواحد يعني، كيف بدها توفي ان كان مع ان كان تاجر ولا كان قنا ولا كان اي شيء يعني. كيلو الحليب ب4 ليرات وكيلو التبن ب4 ليرات ونص، شلون بدها توفي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والعجوله الوسطيه البكيرات الوسطيه بلهجتنا لهجه المنطقه الشرقيه الحوليات يعني، البكيره الحوليه الوسطيه هاي كلها ما حد يجلبها ولا حد يدحد عليها. الناس قام اللحم السمين حتى اللحم الوسطي يعني الناس ما يعني زياده يعني القصاب ما يشتري. اللحم السمين والبقره اللي تحلم من 27 كيلو فوق الناس تشتريها، هاي اذا تنزل على السوق تنباع. غير الحكي هذا ما بهالاسعار شفته شفته تو عجله دنماركيه ما شاء الله عليها تقول غزال، اللهم صل على محمد. ما يعني ينبعت بها 600 دولار ما ينبعت بها، كانت هاي السنه الماضيه ما تنزل على السوق ما تنباع من غلاتها يعني. كانت الناس لما يصير السوق يا شباب يقول لك خلى الاسعار تنهار وخلى اللحم يرخص مشان المستهلك، لما يصير السوق متحرك واللحم شوي يرتفع والاسعار شوي تتحسن يصير بيع وشراء. انا اليوم اقدر انزل على السوق تاجر ابيع واشتري واروح اشتري لحم ماني سائل عن السعر، لكن لما ينهار السوق انا ما راح اقدر اشتري لان انا اليوم تاجر بدي انزل على السوق
اشتري عجله صغيره ابيعها استفيد منها، هاي ما قامت تنباع ولا قامت تنشرى، انا ابتليت بيها اخي. خلى اللحم يرتفع بس خلى السوق يتحرك، تقدر ابيع واشتري. اليوم 80% من الشعب قام يشتغل بسوق المواشي، سواء ابقار ولا اغنام. 80% من الشعب، ما في واحد اليوم. الناس الموظفه اللي نزح، الناس اللي تبادل، اي واحد يعني تبادل وضعه المادي ايش سوى؟ هالمصاري اللي عنده نزل اشترى بهن شويه دواب غنم او بقر او عجول، بده يقلب رزقته. هاي اسهل التجارات يعني اليوم، والناس انضرت ضرر شيء مو طبيعي بسبب الاعلاف. فالناس رسالتها للقائمين على المنطقه، يا ريت يعني تقدرون توفرون لنا ماده التبن، بس ما بدنا، ما نقول ماده العلف، بدنا اضعف الايمان. ماده العلف ما بدنا يا اخي، شعير ما بدنا، مركب ما بدنا، خلطات تسمين ما بدنا، خلطات حليب ما بدنا، بدنا تبن ابيض بس نسلك هالحلال لبين ما نتجاوز هالمرحله، بس نتجاوز عنق الزجاجه مثل ما يقولون. بس نزل مطر، صار شويه ربيع، تحسن وضع الجزيره السوريه، وضع الحسكه والرقه صار فيها ربيع، تعم المنطقه ان شاء الله الفائده كلها على كل المنطقه ان شاء الله. والله المستعان اولا واخيرا. احنا قامنا نقول لكم الحدث من قلب السوق. امبارح في قنوات مثلا سوريا ستريم، مثلا عنب بلدي، عنب بلدي مثلا، قنوات ثانيه اجت انقلت معاناه الناس. يعني هاي خطوه جيده. احنا يعني اليوم قناه على قدها، يعني نورنا على قدها، قام نحاول نوصل رساله الناس باعلى صوت نقدر، نقول نصبح بيها يعني. ولكن القنوات الاخرى، القنوات الكبرى، لازم يوميا يصيرون بالاسواق، يوميا ينقلون معاناه الناس حتى يتم الاستجابه من اصحاب القرار، من المنظمات، من الناس اللي تقدر. لانه الان شفنا حلال بس سوق يريد يموت، يريد يموت، يريد يموت، ما حد يشتريه، وصاحبه ما عنده قدره يريد يبيع منه تا يعلف غيره، تا يعلف الحلال، ما حد مقيد خالص، ميته ميته خالص. يعني الوضع ينذر بما ساب وحمزه، يعني الوضع اذا ما تدارك يعني، ولا الناس المسؤوله عن المنطقه ان كان منظمات ان كان اصحاب قرار تداركوا المساله هاي، ممكن نصير مأساة بالنسبة للثروة الحيوانية يعني صراحة. يعني أبو مريم إذا تذكر بال 2008 صارت كارثة بالنسبة للأغنام بسوريا بدير الزور. صحيح، صارت كارثة بال 2008. شباب اللي متابعنا يذكر هاي الأحداث، يذكر هاي الأحداث بشكل يعني جيد 100%. صارت كارثة. تخيل العجل صار حقه 75 ليرة، يعني دولار ونص. العجل صار حقه دولار ونص. صار الراعي يجر غنمه يلقى ميتة 10 مثلا، عنده 200 راس، يجر الغنم يلقى ميتة 10 بالارض ما يرجع عليها، تركهم والله يتركهم. انا اشوف عيني غنم متروكه على تمشي بالارض ميتة، محل ما بي زراعات، ما بي اعلاف، ما بي. فها صارت كارثه بال 2000. والله في ناس انتحرت، في ناس انتحرت بال 2008. تجار ينزلون على السوق ينزلون حلالهم تا يبيعون وتا يوفون اهل الاعلاف ولا الناس اللي تطلبهم، ما ينباع معهم العلف. والله اكثر من شخص بذاك الوقت سمعنا فلان ادمي انتحر. ليش انتحر؟ والله من الضيق، عليه مثلا هذيك الساعه عليه 20,000 دولار ديون، والحلال ما قام ينباع وقام يموت من الجوع. انتحرت الناس. يعني انت اليوم بالايام الجايه انت مقبل على كارثه، مثلا بعد شهرين ثلاثه اذا ظلت الامور زدان، اذا ما صار ربيع وما صار مطر وما صار شويه خير، انت مقبل على كارثه. يعني اذا ما صار استيراد علف بعد فترة راح تلاقي البقر ميت ومرمي بالشوارع، مرمي على اطراف الشوارع، وتلقى الغنم ميتة، تلقى الغنم قامت تموت، والناس تقول لك فطست الغنم من الجوع. هاي احنا نخاف من، لانه احنا اصحاب تجربة يعني شفنا وعشنا وشفنا، وما ابي حدا متابعنا على القناة الا ويعرف الامر. احنا ننذر بكارثة قادمة. طبعا يا شباب احنا ما نريد ان يأسكم يعني، ولكن يعني هذا الواقع، هذا الواقع جانا نعيشه بكل المنطقه يعني. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرجها ان شاء الله الفرج قريب باذن الله. يعني الحمد لله في بازارات، في امل وفي بازارات، ولكن نقول لكم الشيء قليل يعني، ان كان البيع ولا الشراء يعني. ولساتنا على بر الامان، لسه ما غرقنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله ابو حمزه. لسه في مجال الوحي يتدارك الامر، اصحاب القرار، المنظمات، لسه في مجال انه تدارك الامر قبل ما تصير الكارثه. الحمد لله الكارثه لسه ما صار كارثه، في ازمه لكن نقدر نتداركها يعني. اذا استعجلنا شوي بالخطوات نقدر نتداركها يعني. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يمد بيد اي واحد يساعد اي واحد. الله يمد بيد اي واحد يساعد هالمربين ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الله الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طبعا
طبعاً يا شباب احنا تلقنا بالسوق من أول والآخر، وطبعاً الوحيد البازار شفناه على البقرة هاي يعني، ولسه ما نعرف ايش قد انباعت بيها، ايش قد انباعت، ايش قد صارت، لسه ما نعرف. عندنا بازار، عنده مقدار بازار على البقرة هاي، باقي البازارات يعني بازارات مستحية. انتهى البازار قريبا يا شباب، شوفت عينكم يا شباب، حتى البازار الوحيد اللي كان بالسوق انتهى وما صار بيع يعني. كأن اليوم ما في بازارات والله، وضع بس العجل والله، الأمور تعبانة شوية اليوم، الله المستعان. 6 وربع 10 و5 شهور عم يعطونا 6 وربع يا شباب، صارت 6 وربع عرصة بدل الباطل بالضبط، 6 وربع حبيبي يا خيسي، حمد الله عمجي الله، صلي على النبي، صلي على النبي، يا عمدي 6 ونص صلى على النبي، صلى 5 شهور عرصة بسيطة من الباطل، 6 ونص تعال اضرب على اضرب 7 إلى 25 7 إلى 4 100 دولار أبو جماعة، سنة سنة 10 5 شهور 10 5 شهور السن التنوية واثنين وهذا الثالث شريته 700 دولار عم تضرب على بطبخ 700 دولار على هنا على دوي الله رفعك يا خاي خذها اخونا ابو عدي يا شباب، 700 دولار صار 700 دولار جارة ثاني بطن يا شباب، مو بكيرة ثاني بطن وفيها يعني وفيها عشان البقر يعيش 25 سنة يا شباب، يعني ثاني بطن يعني لساتها صغيرة وعشار وبعد 600 دولار 700 وصار سليم، عفوا 700 وصار سليم. نتكلم على الكفالة يعني، كفال ما كفال كذا، وكفال ضرتها كذا. أبو عدي صاحب مغامرات بالوقت هذا، أي الله يجيب من هنا يبيع من هنا، هي الحياة لما واحد ينوص بها شوي ما يمشي حاله. يا والله يعني بازار يفتح النفس الحمد لله، زهدنا أول ما فتنا على السوق كرهنا الحمد لله، الحمد لله شباب الإنسان ما ييأس، وإحنا لما نتكلم الكلام هذا مو مشان ييأسكم. معروضة للبيع، معروضة للبيع، لساتها معروضة للبيع. يا علام والله علام يا شباب مفطر فول خربت الدنيا. يوم يقاتل من أجل الكفالة، سلامة الضرة، قد حليب والثلاث أيام فكت البيعة، فكت البيعة يا شباب، فكت البيعة، خربت البيعة، 650 دولار انباعت ب7 لكن ابو عدي بطل. طبعا اخونا ابو عدي تراجع عن البيع يا شباب، لانه الرجال كفل له 3 بزاز نظاميات وواحد ممكن ينقص حليب، فالرجال يقول لك انا بدي 4 شطور صاغ يعني، اشتراها ب700 ورد رجع يعني. قام يقول له بي واحد من الشطور ينقص. ينقص هاي. يقول لك اكفل لك يا سليم بس ينقص. فقالوا اني هذا مو سليم، ما يعتبر سليم هذا. احنا قام نتكلم الكلام هذا للشباب المبتدئين بالسوق حتى يستفيدوا ويتعلموا. اخذ كفالة 4 شطور، الشطور الاربعة، البقرة في 4 شطور، الاربعة صار. قالوا لكن في واحد ينقص، قالوا هذا مو سليم. قالوا خلاص تراجع، خربت البيع.
اقرا سوقنا يا شباب. ختمنا السوق ولكن شفنا بازار صورنا لكم ما تمت البيعة يعني. لا تنسون يا شباب الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا تنوصل 50,000 يا شباب. زر اللايك يعني ما يتعبك يعني، بس دق النية، واذا ما كنت مشترك بالقناة بس فعلنا زر هالجرس وعملنا هالزر الاحمر هذا اشتراك كمان دقه. الله يجزاك الخير ويبارك فيك. حلال يعني ترى يا شباب مو حرام، ها اللي تدق على زر الاشتراك حلال، يلحق يجرب يعطيكم اخوانك. هذا التبن موجود عند اخونا ابو ثابت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الان يعني الكمية قليلة بالسوق، يعني اليوم سوق البقر الكمية قليلة، شوفت عينكم. اي نعم، ما ندري عاد الاسعار يعني، خبرونا بالسوق انه 4-4.5 جوا. نشوف هسه، نسال اخونا ابو جمعة. الشباب اليوم مو منزلين غير تبن ابيض، يعني سوق البقر ما ينباع فيه غير التبن الابيض. الله يسعدك يا ابو جمعة. التبن ايش قد قام تبيعه عندك؟ 4.5 4.25. اي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المفرق والجملة مثل بعضها ولا؟ المفرق والجملة نفس الشيء. اللهم صل على محمد. عندك تبن احمر؟ في موجود. بس ما نزلت. لا مو نزلت. ايش قد قام تبيعه؟ بيرهباته ب 4.15 4.15. التبن الابيض اغلى؟ نعم. اي نعم، لانه عليه طلب اكثر وما في كميات يعني. نعم الكميات قليله. الله المستعان، الله المستعان. الله يجزيك الخير يا ابو جمعه. شكرا لك، الله يسعدك.